آخر يقول: هل يجوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لم يرد هذا في شيء نستدل به على صحة هذا، والله جل وعلا دعا عباده إلى سؤاله والتضرع إليه، وليس في القرآن إشارة إلى أنه يحسن الدعاء بجاه أحد من الخلق أيا كان. الدعاء إنما يكون أولا، أعيد قضية العلم بالله، تعلم أن الله لا يعجزه شيء، تعلم أن الله أرحم بك من كل أحد حتى من والديك. قال بعض السلف: والله لو خيرت أن يحاسبني والدي أم يحاسبني الله لاخترت أن يحاسبني الله، فالله أرحم بي من والدي. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا الأمر يقع في قلوب الصحابة، جاء له بسبي، وفي السبي، سبي يعني أسرى، امرأة من شفقتها من حنانها لا تجد صبيا في السبي رضيعا إلا أخذته وأرضعته وهو غير ولدها، لكنها لما تسمع صوت الصغار في السبي تحن، وهي أصلا مأسورة أسيرة، يعني المعنى أنه ينبغي أن يشغلها أسرها عما هي فيه، ومع ذلك لم تشغل بولدها فقط، شغلت حتى بأولاد الناس. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه وهم ينظرون ويتعجبون: أتظنون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، لأن التي ترفق بأولاد الناس على هذا الحال من باب أولى أن ترفق بولدها، فكيف تطرحه في النار؟ قال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، والله ما ادخرنا شيئا للقي الله أعظم من حسن ظننا به، ما ادخرنا شيء للقاء الله أعظم ولا أجل من حسن ظننا به، فالله أرأف من ملك وأجل من ابتغي وأوسع من أعطى، وهو قد قال عن نفسه: يعلم عباده وقل رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين. إذن لا يهلك على الله إلا هالك، لا يهلك على الله إلا هالك. قد مر على أسماعكم المباركة الحديث القدسي أن الله يقول يوم القيامة: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. فلا تضيق برحمة الله شيء، اللهم إلا عبدا أشرك بالله، فالله يقول: إنه وإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة.